عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. باهي للتذكير انت تعديت في قناتنا قبل، احنا باش نبعدوا على المشاكل باش نحكيوا حاجه اخرى. انت منين قلت لي جيت؟ سوسه من فيزا. قداش عندك في تونس؟ والله مازلت كي معناها عندي ايامات نمشي نجي، اما زاد اليوم انا مازلت كي هبطت وتقابلت معاكم. وانت في تونس شنو المواقف الخايبه اللي تعرضت لها؟ المواقف الخايبه ما نعرفش، خزرت البنات اول حاجه ذيك، تحس روحك اللي هي لابسه خير منك، تبدا تتشحرك على نجد النب، مانيش فاهمه علاش، خاطر ما يعرفوش ظروف العبد، بالك العبد هذاك ما عندوش باش يلبس كيفكم، باك انت بوك يخدم حاجه هذيك، بالك عبد هذاك ابوه ميت، تخزر ليش خزره النقص؟ ديما تكوني معاه في ناس ستين باش على الاقل حتى ربك يهبط علينا الغيث وحاجه على الاقل يرحمنا ببرشا حاجات. يعني تو نبدا نمشي في ثنيه تبدا تشحر لي، قلت عليا عملت لها حاجه. تبدا تخزر لبستك تبدا تضحك من غير سبب. ما غير على لبستك معناها تنمر هي. تنمر بيان سير، تري لبستها هي كم كم اخذت لك صبات ب 60 صبات ب 70، ليه يعني ما نخلص صبات 60 70 نهبط الفريب نفرز منه. والحمد لله يا ربي ولك الحمد، خاطر اللبسه هذيك على الاقل نلبسها واني فرحانه بها، مش لازم نفرحك انت ولا نفرح العباد. لبس تفرحني اني نلبس، تفرح امي نلبسها، مش لازم علي نفرحك انت ولا نفرح هذاك ونفرح هذاك ونفرح هذاك. وثاني حاجه الاولاد شبيهم كرهتهم، كرهتهم عندهم حق. خزر اسمع ما نعرفش كيفاش اي انثى يخزر لها، يخزر لها بين قوسين كان الحاجه باش يخدم مخه عليه، ما يخزرلهاش باش يقول طفله ذيك شنية قاست في الدنيا وشنية تعذبت الدنيا. انت كيفاش عرفت لي هو يخدم في مخ؟ من عينيه العابد، ريت الراجل كيخزر لك، فما الراجل بالك يخزر لك ساعات تحسيه بالرسمي هذاك، هذاك زوالي كيفي كيفو، اما فما راجل من خزرته معناها تظهر اللي هو يخدم في مخه عليك، حتى في كلمة السلام يخدم مخه عليك، ما يقولهاش السلام معناها بقول حتى كلمة السلام هذيك فيها ألف حاجة تخدم مخ كي يقولها بالسياسة، هي كلمة السلام لا، وفما برشا ولاد يقول لك السلام، السلام هذيك أفما وراها هاتي نمر تليفون ورسم فيسبوك. أنا الحمد لله عندي تليفون عندي فيسبوك مرتاحة منهم الزوز باش من غير ما يتبعني. كان عندك فيسبوك؟ كان عندي فيسبوك ونحيته على جال ماما، ما هوش عاجبها. شنو فما حاجات هكا مواقف طريفة صارت لك كيف شرح ببرقيبة وانت تمشي؟ طريفة كما عرفت الطفل هذا ما نعرفش كيفاش، من نعرض قولي ناخذك ما نعرفوش وين يعرضني قولي ناخذك، حسسني اللي هو ماخذ سالة هي نزل البلدية، أنا هذه الرابع واحد يعرضي في الشرح ببرقيبة قولي ناخذك، كان جيت في دارنا ما يخطبني حتى حد. وانا علاش انا مواقع طريفه ما نكذب على ربي ما ايه، ولي قالوا لك نحب ناخذك ما عجبوكش؟ قالوا نحب ناخذك، عجبني واحد برك وذاك هو الولد الوحيد اللي نحبه، حتى كان صحيح اني يعني عملت حاجات ما رضيتوش فهد، رضيتوش وهو متغشش مني تو، اما ذاك نحبه. هذا اللي معاك معنا؟ لا مش هذاك، مش بولد هذا ولد داخل عامل معي كان الخير، اني ما عنديش عائله وبعيد على دارنا دخلني في عائلته، حسسني لي اني من بين عائله عايشه مع عائلته، عايشه مع ام واخواته، حسسني يعرفني اني ما اعرفش راني كيك يتيمه ما نعرفش في جرته، هو عرفت العائله وعرفت الدفء العائلي يعطيك الصح، وهو معناها الطفل الوحيد اللي ما خدمش عليا مخ، الطفل الوحيد اللي ما خدمش عليا مخ، اللي قعدت معاه تو نحكوا كل شيء وما يخدمش علي مخ، كان جي واحد اخر كان جي واحد اخر يخدم، كان جي واحد اخر ساكنه معاه في الدار يخدم عليك مخه في الف حكايه حكايه زي. انت في وسط عائلته يعني مهما كانت امه ما تنجمش تمشي ترقد، اخته ما تنجمش ترقد هناك، اما هو بالرسمي راجل كنقول عليه راجل راجل بالفم والملاي. علاقتكم كيفاش؟ علاقتنا انا وياه صحيح، هو صديق ماهوش حاجه اخرى معناها، اما انا نحبه هو يحاسبني كصديقه ما اكثرش من صديق، اما انا نحبه. علاقه عاطفيه ولا من طرف واحد مش من طرف الزوز، طرف واحد انا نحبه وهو لا. في باله؟ في باله وحكي معايا قال لي اني حاسبك صديقه نحكي لك وتحكي لي ومتخبيش وريك ماشي للمهالك ما نخليكش. انت في سانسيت الاول؟ ها الاول في سانسيتو الاول من اول فاز عملها معايا حسبت روحي ما عرفتوش،
مش نرقد مربوط الدنيا عمرها ما توقف. انا حتى حدره كان مش توقف، راهي وقفت على بابا الله يرحمه، راني مت معاه وكل شيء. اما لا هاني نضحك ونلبس ونخرج، الدنيا ما توقف على حد. في اخر حاجه هذيك اني اللي تعجبني في روحي، لي اني عمري ما نوقف حياتي لا حتى عاد كي يبدا شكون. التاتو اللي عملته باسم شكون؟ والله هذه اني بعيد على اخويا برشا وكل شيء، توحشته مشيت ضربته بوحدي معناها من غير حتى شيء، بلام وحبار معناها توحشت خويا. الدنيا ما نجمش تسعني خاطر خو وحيد عندي في الدنيا هذه، واختي برك خو هذاك ما يتعوزليش بمال الدنيا. صحيح هو تو ماهوش قابلني وكل شيء، اما من كلمات الناس ما يقبلش عنده الحق. مشيت ضربت ايدي باسمه هو هكا. قلت لي باش تحكي لي موقف طريف صار قبل في عرس في العائله. عندي عرس ولد عمي، ان شاء الله يسامحني ولد عمي وتسامحني مرته، تو عندها زوج صغار تبارك الله ماشي صغيره، ان شاء الله تسامحني نخسبك. معناها كان مت المراه هذيك اني نمشي نبحث ليله المرويح، مشينا كيما هكا مشينا نجيبه في العروسه من نابل، حاطين البيت نتاع العريس مركحين وكل شيء. انا نغزر البنان واحد شتيت، مشيت طبيت البيت انه كليت 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 كليت، كي حلبت في مشكون مش يحل الباب تخبيت ما خرجتش، خذتني عيني رقدت السم. اي ولد عمي زاز هو ومرته كل شيء قاعدين يتحدثوا، مازال هو قز دوش ربي قاعدين يتحدثوا. بعد ما تحدثوا بعد ما تحدثوا عاد ولد عمي وقفوا كل شيء. تلفت انا قلت على السلامه ان شاء الله كل شيء بالبرك. الطفله راه استنى بيتها في الارجونس من فجاه سبق كان جات سقطه قلبيه على ذاك. من طوي ما عادش تحب تشوف وجهي لتو، من نهار نروح لتقط ما تجيبوها ليش. نطلب منها السماع بالرسمي هذيك، نقولها سامحيني الحمد لله ما جيتيش حبله، زاد راني مشيت وزرت وراك الحمد لله ما جيتيش حبله. قلت لها في قلب اي شنو عمل هو؟ هو ما عمل حتى شيء خاطر ما نجمش يضربني، كان يضربني وبي وبي يذبحوه يعني بالذات من تضرب شي دار. انت ما كنتش غير على ولد عمك؟ اي خاطر نقولوا احنا يعني صغيره ما اي طفله تقول اني نحب ولد عمي. لا لا ما نحبش انا يعني اني صغيره قلت نحب ولد عمي نحبه خاطر مزيان وتحسيه ستيل مش التوانسي ستيل فرنسيس الشعر و يعني نحبه. كي قال مش ياخذ مرأة أخرى تغششت، حتى عرسه ما حضرتهولوش كيفاش ياخذ أيا ويخلي لي اللي ما ياخذيش. ولد عمي طبعا عنده زوج صغار تبارك الله. أنت تمشي بالعادات نتاع قبل ولد عمي و... أي نمشي بالعادات قبل. أي قلت لهم أني أنا صغير نقول مش ناخذ كان هذاك يا بنتي يحشمي راهو أكبر منك. أني عمري 10 سنين وهو عمره 27 عام، احش مرا اكبر منك. لا انا مش ناخذ نهار اللي خذاه كان نقا نوكل تراح على مرتوين والطو كان نقا نوكلها تراح كيفاش خذيته. الطو انت عاجبك الطو وتحب الاخر؟ لا لا مش عليك لا خاطر كان ما خذيتوش هي راني خذيته وين قعدت بحذا ام هو ما صارش اللي صار همش نقول لها طو في الفيديو هذا هو السبب. انت نقول لك حاجه بنتي ريتي مش كتبت عندك زوج صغار مش نفك لك راجلك نفك لك مره اخرى نعاود نفك ولد عمي مش نعاود نفك ولد عمي مره اخرى كما قلت من العمارة نعملوا البخوخ. بين خلي لك كلمة الختام. كلمة الختام ميرسي انت على كل شيء، ونحب نبعث بوسة كبيرة 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 لولدي خرفوشي الصغير، ونقول زادة ربي يخلي لي المرأة اللي أنا تو عندها بالرسمي ربي خلاها ربي خلاها ربي خلاها، زادة ربي يخلي لي الطفل اللي أنا نحكي معها تو.